باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية لأهل كورنثوس أصحاح 15 آية 18، بيتكلم عن صليب المسيح وصلب المسيح إزاي أدى بينا للمصالحة. فيقول لنا كده: ولكن الكل من الله، الكل من الله اللي صلحنا. يبقى كلنا بتوع ربنا اللي صلحنا، صالحنا لنفسه بيسوع المسيح. يبقى احنا بقينا في صلح مع الله الآب عن طريق صليب المسيح له المجد. فالمسيح فيه السلام بتاعنا، سلامنا اللي صلحنا، صالحنا مع الله الآب، وأعطانا خدمة المصالحة. خدمة المصالحة إن احنا كمان نصالح الناس مع الله. يبقى ولكن الكل من الله الذي صلحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. في الصليب تم كل هذا. يفسر لنا يقول: أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. يبقى المسيح هو الوسيط، هو الصلح، قدم الدين اللي على البشرية كلها، فادى البشرية كلها، بررها، خلى البشرية بقت مرضي عليها. فالله صالح البشرية من أجل هذا العمل العظيم، عمل الصليب وذبيحة الصليب. بقى في سلام بين الناس والله. بعد كده يكمل يقول: غير حاسب لهم خطاياهم، أهو أديهم فيها خطاياهم، واضعا فينا كلمة المصالحة. يعني كمان خلانا إن إحنا كمان نصالح الآخرين على الله، وبالطبع نتصالح نحن مع الآخرين. وبعدين يقول بقى أي مهمة: إذا نسعى كسفراء عن المسيح. إحنا بنسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعز بنا. إحنا السفراء بتوعه من خلال الحب اللي فينا، اللي انسكب فينا حب المسيح اللي صالحنا. بقى فينا إحنا كمان حب الناس تشوفنا، تعرفنا إن إحنا للمسيح، إحنا سفراء بتوعه، كأن الله يعز بنا. نطلب عن المسيح كأن إحنا بالنيابة عن المسيح بنطلب. تصالحوا مع الله لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا، لنصير نحن بر الله فيه، لنصير نحن بر الله في المسيح يعني. فإذن المسيح هو السلام، ملك السلام اللي صالح السماء مع الأرضين، وصالحنا احنا كمان مع بعض. ازاي؟ اذا كان المسيح اللي بيحبني واللي فداني بيقول لي انا بحبك، بس بشرط ان انت كمان تحب اخوك. انا دفعت الدين مش عنك انت بس، وعن اخوك. اللي اخوك ده مدفوع فيه ثمن عظيم، دمي. اذا كنت انت مقدر هذا الدم اللي اتدفع في أخوك، فما تقدرش تكرهه. تكرهه ازاي وهو ليا وانا محبوب عندي؟ اذا كان ليا خاطر عندك يبقى لازم تحبه، وانت مديون ليا ان تحبه. وكده وحد المسيح بالحب بتاعه والبذل بتاعه، وحد الناس مع بعض، ووحد الناس بالله، او صالح الناس مع الله وصالح الناس مع بعض. عشان كده دي الوصية الجديدة بتاعت المسيح، الوصية الحب اللي تخلينا نعيش في سلام ومصالحة ووحدانية مع بعض. ايه هي الوصية الجديدة؟ يقول لنا في انجيل يوحنا 13 آية 34: وصية جديدة انا اعطيكم، ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا تحبون انتم ايضا بعضكم بعض. اذا الصليب هو أساس الصلح وأساس السلام. بدل في صليب يبقى في حب، وبدل في حب يبقى في سلام وفي مصالحة وفي وحدانية. فعلا نشكر المسيح إلهنا على محبته الكبيرة اللي بذلها على الصليب، لأن وحدنا مع بعض وجمعنا مع بعض، لأن الخطية تفرق، وادانا سلام مع بعض. ولكن الحب، حب المسيح العجيب
والبذل اللي بذله، وحدنا مع بعض وجعلنا في سلام مع بعض ومع الله، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.